مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حمص مثل حمص المطاعم، كتير كتير رائع وطيب وناعم بطريقة كتير بسيطة وبخمس دقايق بهيدا القوام الرائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا علبة الحمص ما نسخنها منيح على الغاز، كل ما سخنت كل ما افضل. بس غليت الحمص منيح على الغاز، هلا بطفي الغاز ومنباشر بالشغل انا وياكم بالمطبل الحمص. عنا الحمص اللي سلقتن انا وياكم، ملح، عصير حامض، طحينة. لنكفي مع بعض. اول شي راح شيل كم حبة حمص للزينة، بس شي بسيط. حط الحمص بالخلاط، عصير الحامض، الملح، الطحينة. يلي بحب يضيف حبة ثوم صغيرة. أنا ما حطيت ثوم عشان أولادي ما بيحبوا الثوم بالحمص. هلأ بدنا نطحنهم. واو، طلع عنا حمص كتير كتير ناعم. هيدا القوام للحمص اللي عملته أنا وياكم، كتير ناعمين. بحطهم بالصحن. رح حط كمية. إذا بدكن الحمص يكون أسمك شوي شو بتعملوا؟ بتخففوا مي. هلا بدي حط عرق بقدونس. كيف بزين بالحار؟ بحط شوي بالمي الشوكي، بغطي الشوكي بالمي. شي بسيط بهيدا الشكل وبغطى بالحر. بعلق الحر على الشوكي، بحطه على المطبل. شايفين بتعطي شكل كتير كتير حلو. من الأفضل تحطوا الحر بقلب صحن صغير. والحمص اكيد ما بنستغنى عن زيت الزيتون على وجه الحمص. واو، هيدا صحن الحمص اللي عملته انا وياكم مثل حمص المطاعم. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجايه. باي باي احبابي.